الأستاذ عماد الفهد. خلينا نصبح عليه ونقول له يسعد صباحك وكل عام وانت بخير وسنة سعيدة ان شاء الله. صباحكم الله بالخير والسرور والسلامة ان شاء الله تعالى. اهلا وسهلا بك اليوم منورنا، واكيد شكرا. احنا بداية هذه السنة راح نكون مستفتحين وياك بالبرنامج يوم جديد، ان شاء الله تكون هذا الايام خير وهذه السنة سعيدة عليك وعلى كل اقاربك. احنا اليوم حوارنا في العام الجديد، خليك انسان جديد. بداية دائما نسأل نفسنا، كل واحد يقعد ياخذ فترة بريك، ياخذ بينه وبين نفسه يقول انا شلون راح ابلش حياة جديدة. طيب بالبداية انا اريد ما انه احنا ما زلنا نعيش هذه الايام العام الجديد، اريد اسمع من عندك امنيات لاقاربك ومن خلال قناة الرشيد الفضائية وايضا للقناة يعني. شكرا لكم على هذه الاستضافة، طبعا عام سعيد وتهانينا وكل عام وانتم بألف خير لك سيدتي الفاضلة وجميع ملاكات هذه القناة الطيبة وجميع الأراقين، أتمنى لهم سنة خير وسلام وحب ووئام إن شاء الله تعالى، وأن يعيشوا هذه السنة مثل ما تفضلتي بداية جديدة. نعم. وتغيير على مستوى يتناسب وطموح العراقيين. نعم. جميعا. طيب أستاذ عماد، أغلب الناس تفتقر أنه تكون عندها عدم معرفة طريقة التعامل الصحيح مع بداية سنة جديدة أو عام جديد، يعني شنو بأي يوم من حياتهم، شنو تشوف برأيك من الأسباب اللي إحنا نفتقر شلون نقدر نتعايش أو نتعود على دخول سنة جديدة؟ علاقة الإنسان بالمناسبات علاقة شعورية، علاقة أحاسيس وعواطف كذا، كل إنسان عنده علاقة مع يوم ولادته، يوم زواجه، بعض الملامح على مدار السنة، هذه الأيام نجدد بها الطاقة، نجدد بها شخصياتنا، وهذه العلاقة مع هذه الأحداث ممكن أن تدفعنا باتجاه أن نتخذ قرارات، هذه القرارات لربما تكون مصيرية. كثير من الأحيان مثل ما تفضلتي أنه الإنسان الجديد لا يتوقع أي إنسان، هذا حتى إينشتاين يعرف الجنون بأنه الإنسان يقيم أكثر أعماله أو أشغاله بطريقة معينة لكن يترجى نتيجة مختلفة. هذا لا يمكن أن يكون في يوم من الأيام، ما دام إحنا عندنا ديزاين معين مستمرين عليه فما نعتقد راح نحصل على نتائج عالية أو نتائج على مستوى المرجو. لذلك وجب على الإنسان وخصوصا مع بدايات هذه السنة الجديدة أنه دائما تتوجه الأنظار والقلوب والعقول والنفوس وكل الشخصيات باتجاه شيء اسمه الخطة والتخطيط للعام الجديد، على اعتبار أنه البداية عندنا 360 يوم وعندنا 12 شهر، عندنا ساعات ودقائق وثواني، وكل ساعة من هذه الساعات في هذه السنة ربما تكون هي التغيير، وربما هي تكون التغيير المنشود اللي دائما الإنسان كان يطمح له. أكيد أنا أريد أقول من خلال قناتنا أنه راح تكون الأرقام موجودة لكم أسفل الشاشة للي حاب يتصل ويشارك، وإحنا أيضا حابين نعرف بدخول العام الجديد نريد نعرف شنو هي الترتيبات والخطوات وشون أنتوا بلشتوا حياتكم مع أنه اليوم ثاني يوم. أكيد كل إنسان عنده يتخذ قرارات معينة بينه وبين نفسه، إحنا نسمع كل آرائكم مع الأستاذ عماد، لكن بالبداية إحنا نعرف أكو خطوات، وهذه الخطوات إحنا لازم بيننا وبين نفسنا لما أجي أقعد أنا أستاذ أقول إنه أنا راح أبلش إنسانة جديدة. طيب أول خطوات إحنا لازم نفكر بها حتى نبلش بها بالترتيب شنو هي؟ أول خطوات إنه خلي نعتقد بداخلنا إنه الشيء الوحيد الثابت في هذه الحياة هو التغيير، فلا بد من التغيير. كل اللي من حولنا يتغيرون على مستوى البشر، على مستوى الحاجات، على مستوى الأعيان اللي من حولنا، كل شيء بالحياة هو خاضع لقانون التغيير. لذلك إذا الإنسان ما يأخذ هذه المصطلح وهذه المرحلة بشكل حقيقي وواقعي ما ممكن أن راح يتقدم ويتطور. لذلك البداية يجب أن تكون هنا، أريد حقيقة نبدأ بداية جديدة أيضا على مستوى المعلومات بهذا الموضوع، لأن كثير من الناس ينصب جهده على قضية تطبيق خطة معينة، أمنية معينة، حلم معين، وينسى نفسه. لذلك ما دام إحنا في بداية هذه السنة الجديدة، أنا أدعو جميع المشاهدين في هذه القناة الجميلة أنه يركزون هذه السنة على عدة أمور، أبرز هذه الأمور أن يركزون على قضية، يعني دائما إحنا نركز على المنجزات إيش راح أنجز وننسى أنفسنا. بهذه السنة نريد القضية تختلف، أنه يجب أن تكون عندنا خطتين، يعني الخطة الأولى على المستوى شخصنا فقط، أنا على مستوى الشخصي، يعني اللي تسمى خطة النمو الشخصي، والخطة الثانية خطة المنجزات على مستوى عائلتك، على مستوى وظيفتك، عملك، على مستوى مستويات عديدة، على مستوى المجتمع. لكن دائما الناس تركز على هذه الأمور، لماذا؟ لأن بيها نتائج، لأن بيها حصائل، لأن بيها كأنما أمور الناس راح يشوفوها،
وعادة الناس ينسون أنفسهم، لذلك يجب أن تكون خطة إلي نفسي، لعقلي، لنفسي، لجسدي. كثير من الناس ينسى جسده، ينسى صحته، ينسى حالة اللياقة اللي في داخله، ينسى حالة عقله، ينسى حالة نفسه. كل هذه الأمور نتناساها من أجل شنو؟ من أجل الإنجازات. بالفعل. وننهمك بالإنجازات وننسى أنفسنا للأسف. طبعاً هذه من الخطوات المهمة اللي واحد يتخذها حتى يبلش حياة جديدة ويا العام الجديد. لكن أكو أهم خطوة اللي هي لازم إحنا نتحدث فيها أستاذ، إنه دائماً البشر ما معصوم عن الخطأ، وإحنا دائماً نخطأ، وأكو ناس يقول لك أنا ما أتعلم من غلطي وأرجع أكرره. طيب لما أنا اليوم أجي أبلش بحياة جديدة وأتحمل أنه أنا راح أتحمل المسؤولية على أفعالي السابقة بهذه السنة، أنه خلص شلون أنا راح أتعلم أنه أنا راح أتحمل المسؤولية عن أفعالي السابقة وما أرجع أكرر الغلط؟ طيب سؤال جداً جميل، نشكر المعد طبعاً على هذه الأسئلة. أنا أسئلة أكثر شيء ما يثار هو هذا السؤال، انه كثير من الناس انه عايش في هذه الحياه بصفه المتفرج. يعني مره واحد يروح للملعب يتفرج على لعبه كره القدم، ومره شخص ينزل كلاعب، ومره شخص اللي اكثر من لاعب ان يكون مهاجم. كثير من الناس وجودهم في الحياه عباره عن متفرجين، يعني يتفرج على هذا نجح وهذا تطور وهذا تقدم، لذلك شوف اغلب كلامه انه شوف فلان، اما بالحسد او بالغيبه او بالبهتان، او هذا نجح وذاك تفوق وذاك، لماذا؟ وكانما النجاح هي حبه نبلعها وانتهى الموضوع. لا، هذا مو، وانما هذا الانسان اللي نجح واللي يتميز واللي يتطور هذا ايضا اجت من تراكميه من الجهد والعناء والتعب والدراسه والمتابعه والتدريب والى اخره، فوصل الى هذا المستوى. أما الإنسان اللي يظل حبيس حالة الماضي وحبيس حالة دائما يراقب الآخرين، من راقب الناس ما تهمن، ما تهمن. لماذا؟ لأن هذا نحن نسميه شخصية ماضوية. دائما من تلتقي مع هيك شخصيات هو عبارة عن كتلة من الماضي، 90% من حياته وأكثر من ذا هو لو مسوي هيك، لو متقدم هيك، لو دارس هيك. ودائما احنا نسميه شخصية اسقاطية. من تقول له ليش ما تتغير، ليش ما تحول نفسك، ليش ما تتطور، ليش ما تبدأ بداية جديدة مع هذا السنة الجديد، يقول لك مو أنا ما درست، مو أنا ما تقدمت، مو أصل أبويا وأمي والمجتمع والبيئة. دائما تخلي الإنسان محبط، وهي تبرير لشيء غلط هو احنا نقوله، وبالتالي ما راح تحصل شيء، انت الخاسر الوحيد. بالفعل. لذلك انا نسميه انه ما يتحمل مسؤوليه نفسه. نعم، بعض المختصين يقولون انه تحديد الاولويات والاهداف المترتبه على الانسان الصغيره قبل الكبيره هي مهمه، ومن الاهم انه الانسان لازم يكون يمشي على هذه الترتيبات والخطوات في الطريق الصحيح مع يعني يتعايش حياتها مع العام الجديد. قبل ما نجاوب هذا السؤال عندي اتصال. علي من بغداد، يسعد صباحك يا علي وعيدك مبارك وان شاء الله ايامك اعياد بهذه السنه الجديده. شكرا ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم ان شاء الله بالخير والسلامه. اهلا وسهلا، ان شاء الله اعياد جديده. تفضل يا علي. سؤال للاستاذ. نعم. احنا ممكن ناخذ قراراتنا او نريد نغير حياتنا بقرارات بكل الاتجاهات، مثلا يعني الدينيه السياسية الاجتماعية. سؤال واضح إن شاء الله، أنا جاوبك علي. نعم تفضل جاوب. نعم شكرا أستاذ علي لاتصالك وهذا السؤال. طبعا هذا السؤال جدا مهم ويعتبر بحد ذاته هو بداية جديدة. كيف؟ لأن كثير من الناس إحنا نطلب من عندهم أن يغيرون حياتهم على مستوى السنة الجديدة أو الأحداث اللي يمرون بها. دائما قلنا الإنسان يمر بمفاصل حياتية يستوجب أن يتخذ التغيير. إذا ما اتخذنا قضية التغيير هي القضايا راح تتغير أوتوماتيكيا، فأنت تبقى في مكانك والحياة كلها تتغير. لذلك سؤالك جدا محدد ومهم، أنه دائما نقول للناس غيروا حياتكم، ابدأوا خطة جديدة، لكن بحد ذاته أنه هذا من نقول للناس هذا قضية فضفاضة ما أعتقد راح تجدي نفعا. لماذا؟ لأن ما بها نوع من التحديد سبيسيفيك، إحنا نسميه شيء محدد. فلذلك اللي يريد يبدأ بداية جديدة ويكون إنسان جديد يجب أن يغير على هذه المستوى، يبدأ خطة على المستويات الثمانية احنا نسميها أركان الحياة. فالحياة تساوي الركن الروحاني، الجسدي، العقلي، النفسي، الأسري، الاجتماعي، والمهني والمالي. هذه الثمان زوايا والثمان أركان في الحياة. إذا أردنا أن نبدأ الخطوة الأولى باتجاه هذا المانشيت الجميل اليوم اللي اختطيناه في هذه الحلقة هو إنسان جديد، فيبدأ من هذه يعني لا أقل في هذه السنة، في هذه السنة عندنا سنة كاملة أنه نخلي لأنفسنا ثمان أهداف على المستوى الروحاني واللي عددته الأركان الثمانية.
كل هدف من هذه الأهداف لو أسعى باتجاه هذه الأهداف الثمانية وأطبقها فأنا حصلت على حصيلة جدا واسعة وكبيرة في هذا. نعم شكرا لجوابك يا أستاذ وشكرا لك يا علي. عدنا اتصال ثاني شباب. نعم طيب. أهم شيء الإنسان لما يريد يقوي شخصيته ويبني شخصية جديدة إليه ودائما يقولون انه انا راح ابلش من العوامل المهمه طبعا هذه حتى يبلش مع تجديد شخصيه جديده الى وقويه. صح. في العامل الجديد مرات الناس عندها اخطاء فيقول لك مسامحه النفس. جميل. على عدم تكرار الغلط في العامل قبله. انا ما راح اعيد هذا الغلط مره ثانيه، انا قبل شوي احنا تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن هذه نعتبرها من العوامل اللي تحفز الانسان على انه هو يجدد شخصيته. صح. ويخلي شخصيته مستقره اذا هو ناوي طبعا على انه هو يجدد شخصيه جديده. سؤال جميل. حقيقه احنا بازاء الماضي والمستقبل. نعم. عندنا رجوعين وذهابين، انا دائما اسميها بانجاز، الانسان دائما بانجاذبيتين. نعم. فالرجوع للماضي مرة يكون رجوع إيجابي، من أتذكر حالة نجاح معينة، حالة تفوق معينة، هذا رجوع مهم. نعم. ولازم نرجع الذكرياتنا أو المفاصل الناجحة في حياتنا حتى نتحفز المال للمستقبل. نعم. ومرة يكون الرجوع رجوع سلبي، دائما أتذكر حالات الأسى، الألم، اللوعة، الإحباط، التوتر، الحزن، دائما الإنسان يعيش في دائرة الحزن لأنه فقد صديق أو مثلا يوم من الأيام تعرض إلى موقف مؤلم. عادة الناس وفق تفكيرهم السلبي دائما يكون رجوعهم رجوع سلبي، هذا شيء، أو حتى إذا ذهابهم للمستقبل يكون. نعم. سلبي، كيف دائما واحد يتنبأ الأمور السيئة بالمستقبل. أنا أقول للست سجى أختي العزيزة وجميع المشاهدين، أنا اليوم إذا أبقى في الماضي وما أسامح نفسي، لذلك هي دعوة لكل. نعم. المشاهدين أنه لازم نعقد جلسات مع من؟ مع طفولتنا، مع أنفسنا، مع مراهقتنا، مع الشكو شيء ماضي، نعقد هذه الجلسة. نعم. جلسة صريحة وأصالح مع نفسي وأنسى الماضي وأبدأ بداية جديدة. فالإنسان اللي يحصل على عدد أكثر من الفرص هو الإنسان اللي عايش الآن واللي يمتلك قوة الآن واللي احنا نسميها الشخصية المضارعة، اللي يعيش وفق يومه، يركز. نعم. دائما على يومه، يركز على قضايا خوف المستقبل أو حزن الماضي. نعم أستاذ، أيضا من ضمن العوامل المهمة أنه الإنسان يبلش عام جديد ومتسامح ومتصالح مع نفسه حتى بطريقة الأكل. بصراحة هواية ناس يقول لك أنا بهذه السنة راح أكون طريقة تناول الطعام غير. صح. يعني شوف ممكن احنا نشوفها من بعض الجانب انه معقول انه انا اذا اريد ابني شخصيه جديده او ابلش ادخل طيب الاكل ايش دخله بالموضوع؟ لا احنا اذا اريد نيجي نقول انه عادات تناول الطعام لها ايضا دور مهم بتجديد الشخصيه. واذا لم تتغير هذه العاده تشوف انه اكو انا بعدني بشخصيتي القديمه، مثل مرات احنا نقول بهذه السنه لا انا اريد دائما نقول احنا البنات انا اريد هذه السنه اضعف. فعلا. أنا أريد أسمن، أنا أريد أدخل جيم. فعلا. فأيضا الابتعاد عن الوجبات السريعة، تناول الوجبات أو نبتعد عن الوجبات المضرة، هذه أيضا لها دور في تكوين الشخصية للواحد. بالتأكيد يعني هي لماذا احنا اليوم ركزنا على قضية البداية الجديدة؟ نعم. على اعتبار أنه مقبلين على سنة جديدة، بإمكان الإنسان أن يجعل من سنة 2019. نعم. مختلفة تماما عن السنوات الماضية. عندنا. نعم. قول لأحد الأئمة يقول من تساوى يوما فهو مغبون. نعم. زين ما بالك إذا واحد أنه سنينه متساوية، يعني شو يجيب 2018 ويجيب 2019 نفسه ما كوبي. نعم. بس فقضية العادات الصحية احنا نسميه هذا الركن الجسدي، انه الانسان يجب ان يعتني مرة بجانب الصحي ومرة بجانب اللياقة. نعم. جانب الصحي غير جانب اللياقة. الجانب الصحي اللي تفضلت به انه اتباع العادات الغذائية الطيبة وخصوصا قضايا السمنة، اليوم اكثر سؤال يسأل وكثير من الناس للأسف الشديد يخلي في بداية هاي السنة انه لازم راح اقلل من وزني كذا هذا، لكن يجب ان تكون الخطه واقعيه. يعني مثلا واحد وزنه، خلينا نقول وزنه مثلا 150 كيلوغرام. نعم. يقول انا لابد انه مثلا اصير مثلا 50. طبعا. هذا ايضا يجب ان ينتابه نوع من الواقعيه. انا دائما شخصيا ودائما انطي هذا في قضايا التدريب انه اؤمن بالتغييرات البسيطه، انه خلي اخسر في الشهر الواحد مثلا 5 كيلو، تغييرات بسيطه. اذا رحنا مثلا الطبيب وقلت له مثلا راسي يوجعني وانطاني شريط باراسيتون، يصير اشربه كله بنفس اللحظه؟ يجوز يضرني. صحيح. فانما يقول لي مثلا كل 6 ساعات اخذ حبايه حتى شنو يبين الاثر. دائما الناس تريد تغييرات واضحه، وهسه اكون لازم اتغير. نعم.
لابد أن نؤمن بالتغييرات الطفيفة، والتغييرات اللي تجي بمدة طويلة هي تكون أكثر تغيير وأكثر واقعية أيضاً، وكذلك أكثر التزام وتطبيق وصحة على أجسادنا. نعم أستاذ، مرات أعادة الحسابات في أولوية الشخص والتقرب من الأصدقاء أيضا، تقرب من الأصدقاء المحيطين الناس اللي حواليهم. طيب هنا شلون تساعد أن يكون الإنسان جديد للعام الجديد من التقرب من الشخص والمحيطين به؟ طبعا احنا عندنا مقولة يقول الصاحب ساحب، وعندنا مقولة أيضا تحفيزية إذا أردنا مثلا دائما أنصح الشباب والناس أنه دائما الصديق المرء على دين خليله فلينظر إلى من يخالل، أو إذا أردت أن تحلق مع الصقور فلا تضيع وقتك مع الدجاج. بمعنى أنه الإنسان إذا كان أصدقائه والخل والصداقة والأنتيم والمجموعة والجروب ناس ناجحين، ناس متميزين متطورين دائما يحثون نحو النجاح، هذه بالتأكيد راح تنعكس هذه القضية على شخصيتي وعلى وجودي وعلى لمسات التغيير اللي أجريها على حياة أو حتى على الآخرين. أما الإنسان إذا كانت علاقاته علاقات ضعيفة، علاقات بسيطة، علاقات يعني دائما انا اعرف وايد ناس يعني من ضمن اهدافهم السنويه انه يتعرفون على اناس ناجحين بالفعل، يرتبطون باناس ناجحين، يقرؤون لاناس ناجحين حتى يعكسوا وكانما هي جلسه شراب قهوه مع شخص ناجح، يجوز لربما انت او كل شخص يتمنى اليوم انه يتعرف على الشخصيه الفلانيه، المفكر الفلاني، السياسي الفلاني. ولو السياسي ما حد يريد الساقطه، ما حد يريد الناس الناجحين. أنا أروح مثلا المذكرات أقرأ كتاب عنه أو أقرأ بعض الكلمات اللي هو نجح من خلالها. هذه الأمور قضية العلاقات والصداقات والحالة الاجتماعية جدا مهمة. من بعض الأستاذ مرات القرارات الأكثر اللي يتخذوها الأشخاص أنه يقول لك أنا أريد أسعد نفسي بهاي السنة، أريد يكون راسي بارد، هذه الكلمة دائما نسمعها، أريد أبعد عن هواية ناس أذوني، ناس ما كانوا مناسبين لحياتي. لكن مرات الأمر يتطلب أنه يكون الشخص أناني بصراحة، واحنا هذا طبعا فهم خطأ في بعض الاحيان. تشوف هذه الخطوه يعني صحيحه حتى انه يبلش حياه جديده لتجديد الحياه الشخصيه؟ لازم يعني ما بيها هي لازم يكون اناني بالتاكيد. لا مو لازم يكون اناني، بس احنا فهمنا لربما مغلوط لهذه القضيه. الانسان اذا اعتنى بنفسه اعتنى بذاته، مصريين يقولون برشق نفسه شوية، أو مثلا اعتنى عزم نفسه على وجبة بمطعم أو طلع لمكان أو سافر لمكان، أو دائما نربطها بقضية الأنانية، مع العلم أن لجسدك عليك حق. بمعنى أنه الإنسان لازم يترك لجسده لنفسه نوع من الراحة، نوع من بالمناسبة ستي العزيزة القضايا اللي بعض الأحيان نشوف ناس يقول لك هذا تقدير عالي لذاته، تقدير الذات يأتي من مكافأة الذات. يعني أنا اليوم من نجحت بنجاح معين، بلقاء معين، بعمل معين، أنه بعد هذا النجاح، هذا النجاح إيش يضمن لي؟ يضمن لي الثقة بالنفس، أنه أنا عندي ثقة بنفسي فلذلك نجحت بهذا العمل. إذا ما أكافئ نفسي بعد هذا النجاح بسفرة، بعزيمة، بطلعة، بلبسة معينة، هذا راح تنحسر عندي قضية تقدير الذات، فيكون ما عندي تقدير ذات لأن ما جازيت نفسي. وكأنما هسه اليوم أي واحد يقدم لنا خدمة شو نقدم له؟ يعني نشكره، عادة الامتنان. أنا لابد أن أشكر نفسي، شلون أشكر نفسي وأمتن لنفسي؟ من خلال هذه الأمور يجب أن أعتني بذاتي، أعتني بنفسي بسفرة، بلبسة، بأكلة، بقضايا تهم الذات، فلذلك هذه الأمور مهمة جدا. وأيضا من الأمور المهمة جدا أنه إحنا نغلق كل شيء في الماضي، نغلق الأشياء المتعلقة، الأشياء اللي ممكن تسبب لنا إزعاج، وممكن الأشياء أنها تكون نشعر بها بالإحباط بحياتنا اليومية العالقة بالعام الماضي، حتى أخذت اللي تأخذ مرات تفكير من الوقت نجهد بها وقت لنا، وبالنهاية إحنا هي هاي الأشياء تكون مضرة بحياتنا. تشوف هاي خطوة بالاتجاه الصحيح نحو الشخصية المتجددة؟ جدا مهمة سسجة. أنا نصيحة يعني أقدمها لكل مشاهد، أقول لهم هذه القاعدة أنه الماضي لا يساوي المستقبل. بمعنى أنه لا تحاول أن تعيد الماضي ماتك للمستقبل القادم. الماضي انتهى ولا ذهب راح، انتهى الموضوع. طيب ما راح كانت الحياة متعلقة وعقارس أبدا ما راح ترجع أبدا أميال الساعة للخلف. أنت اليوم ابن هذه اللحظة، يجب أن تجمع عندك من قوة انتباه
حتى لأن الإنسان إذا ما يعيش حالة الحاضر ويتطلع للمستقبل ويبقى حبيس لقضايا الماضي وذكريات الماضي، هذا ببساطة يعني لا يمكن أن يرى الفرص، لا يمكن أن يرى النجاح في عينه. طيب من الخطوات اللي أنا اليوم أريد أقنع نفسي أنه اليوم راح أكون إنسانة متجددة، اليوم أنا عندي طاقة، لازم هذه الطاقة أعرف وين أخليها بيا مكان باكر، غير عن اليوم اللي بعده، غير عن اليوم. يعني نمشي إحنا على سيستم أنه يوم متجدد. شنو هي الخطوات اللي أنا لازم ألتزم بها؟ هذه الخطوات اللي تحدثين عنها أنه لابد الإنسان أن يبدأ بخطة، هو يضع لنفسه خطة. هذه السنة مثلا 2019 ولن أعقدها على الناس، يعني أنا نصيحة أيضا أقدمها للآخرين أنه لا تخلي خطة لسنة كاملة، هاي السنة لازم أسوي كذا وكذا. أقسم السنة مثلا 4 أقسام أو أقسمها 6 أقسام، إنه كل شهرين أحقق بيها أمنية معينة، حلم معين، هدف معين. أركز مثلا على الشهر الأول والثاني، من بعد ما أتم المهمة أركز على الشهر الثالث والرابع، أركز على الشهر الخامس والسادس. إنه من أنظر للسنة كلها عبارة محشوة بالخطط والأماني والأحلام، أعتقد تماما ما راح تطبق أي شيء. لذلك جزء السنة اعتقدوا بالتغييرات البسيطة والطفيفة، هنا راح تكون عندنا حتى تقبل من قبل عقولنا وأجسادنا لتطبيق هذه. طيب برأيك لو هذه الخطوات اللي احنا ذكرناها انه الشخص نفسه ما قام بترتيبها ولا استفاد من الكلام، دائما اكو ناس يقول لك انا اسمع منه اطلع منه ولا يفيد بي الحكي، فشنو راح تكون نتائج هاي انه المردود اتخاذ، يعني لم يتم اتخاذ القرارات او الخطوات المهمة اللي هو ممكن انها تصلح تغير بحاله وشخصيته، اذا ما اتخذ هذه القرارات شنو راح يكون النتائج على شخص نفسه برايك انت؟ ما اعرف، انا هسه اكو عندنا مفردة الفشل، اكو شيء ابعد من الفشل يعني اقسى من الفشل يعني؟ ما اعرف اذا لا يعني ما اتوقع ما اتوقع يعني اكو شيء يسموه مثلا عمق الفشل، هذا يعتبر عمق الفشل. ليش؟ لان حتى الانسان اذا ما يحاول هذا نسميه احنا فشل. نعم. اما اذا المحاوله بقت مستمره ومستمره في حياتنا، هذا الانسان اصلا ما حاول، اصلا ما يعتقد. لذلك الخطوه الاولى باتجاه سنه جميله وجديده ومتفائله. نعم. ومملوءه بالتطور والنمو والازدهار والنجاح، هي تبدا من مساله الاستيعاب، بمعنى انه يجب ان استوعب في داخلي ان هنالك اشياء يجب ان تتغير، أشياء يجب أن أحصل عليها، أمان يجب أن أحققها. وهنا أريد أن نفرق حتى للناس جميعا أنه شنو الفرق ما بين الأمنية والهدف. الأمنية كل إحنا عندنا أمان، يجوز كل العالم تشترك بأمنية معينة، بسيارة جديدة، بزوجة جديدة، ببيت جديد، إلى آخره، بوظيفة جديدة، هذه لربما أمان. لكن هذه الأمان إذا ما جعلناها وفق خطة ما راح تتحقق. فلذلك الفرق ما بين الأمنية والهدف هي وجود خطة. بس أنا اللي أعترض وياك، أنت قلت في حياة جديدة وسيارة جديدة وزوجة جديدة، أنت دا تنصح الشباب اللي يسمعونا أنه شنو هاي زوجة جديدة كيف وعليها الشباب ترى اليوم بالكنترول، فأني ما أيدك بالشيء. يعني يجوز مسألة حقوق المرأة أنت ما تأيدين، بس يعني هذا شيء واقع يعني شئنا أم أبينا يعني. هاي يعني هذا شيء تأيد به أنت؟ طبعا. هذه مع العام الجديد يعني؟ مع العام الجديد لا بس. أنا ما أيده. طيب يا أستاذ، اليوم إذا كانت الظروف المحيطة بنا واللي حوالينا غير مناسبة وملائمة لكل شخص، مثلا ضغوط الحياة، ضغوط الكثيرة اللي احنا نشوفها اليوم، شلون يستطيع الشخص تحقيق هذه الخطوات من ضمن اللي ذكرناها احنا؟ مثل ما تفضلتي انه هذه الخطوات يجب ان تكون محددة. نعم. الخطوات يجب ان تكون واقعية، الخطوات يجب ان تكون محددة بتايم معين، بمعنى محددة. مثلا شخص اليوم يحب الحاسوب، يقول انا يجب انا احاول انه هذه السنة اتعلم حاسوب، اقول له على كيفك يا نظام، او اريد اصير اعلامي مثلا، سؤال كلمه دائما يعني موجود، اريد اصير إعلامي. اوكي، الاعلام بكثير من الجوانب، تريد تصير مصور، مونتير، ماكير، شنو تريد تصير بالاعلام؟ حدد الشيء، تحديد الشيء يضمن لنا تحقيقه. نعم. هذا اولا يجب ان يكون واقعي، يعني مثلا شخص يجيد الجيم، مثلا يلعب كره قدم بالجيم، ثاني يوم فكر يصير ميسي مثلا، او يصير مثلا لاعب على مستوى خطير مثلا، أقول لا، يجب أن تكون واضح. ويجب أن تردف كل هذا الكلام بتايم، بوقت محدد. إذا لم توجد هنالك أزمنة وتواقيت لما نقول من خطط وأماني وأحلام، أيضا هذا الأمر. طيب أستاذ، اليوم يقول لك الفلوس تغير النفوس، العامل المادي اليوم يغير من شخصية البشر؟
طبعا هذا الفلوس تغير النفوس هي مقوله يعني جزء حديث او حدث، لكن احنا دصير ويانا احنا نكون واقعيين. ربما. لا ربما انه هي دصير ويانا اي شخص يكون في حاله ماديه وظروف صعبه فجاه لما يشوف انت تطور بحياته الماديه تشوف فجاه تغيرت شخصيته. هسه اذا مشينا مع قضيه التعميم انه نعم بصوره عامه هذه المساله موجوده، لكن العامل المادي ممكن ان يكون هو منقذ للانسان، ممكن ان يكون تغيير اسلوبه، تغيير على اسلوب حياته، على اسلوب نظرته للحياه، اسلوب عقليته وكذلك نفسيته. هذه المساله نريد نحل بها قضيه انه دائما يربطون مساله الغنى بالشر، انه الانسان اللي عنده فلوس هواي عنده اموال هواي بالضروره طيب ان يكون شرير. طيب واللي ما عنده فلوس هواي تشوف عائق مهم حتى انه هو ما يقدر يحقق المنجزات والاهداف اللي احنا ذكرناها او الخطوات حتى يتغير لشخصيته بالعام الجديد. هذا يعني السؤال هكذا يعني ركز على الجانب المالي في هذه السنه، ركز على الجانب المالي يعني حاول ان تعدد مصادر دخلك، حاول ان تقنن قضايا الصرف عندك، حاول انه مثلا تتعلم مهاره جديده. نعم. مهنه جديده حتى يكون مدخلاتك الماديه مختلفه عن العام اللي قبله، بالتالي. نعم. انه راح يصير عندك نوع من الثراء او الثراء المالي. طيب انا اريد من عندك بنصائح تنطيني بعد اكثر حتى المشاهدين يستفادون منك اكثر، والخطوات المهمه اللي يرتكز عليها اليوم الشخص اليوم حتى يبلش حياه جديده، بما انه احنا يعني احنا اليوم ثاني يوم بعدنا ما دخلنا بعدنا في البدايه، الواحد يقدر يتلاحق على نفسه. يعني انا اقول لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، انت المسؤول عن حياتك وانت. نعم. اللي تقود عجله حياتك، اذا ما قدت حياتك فاكيد راح الاخرين يقودونها، واذا لم تضع لنفسك خطه فاعتقد تماما انه انت راح تكون مفرده بسيطه وهزيله في خطط الاخرين. اكتب خطتك، حدد خطتك، اجعل في خطتك واقعية. نعم. اجعل خطتك قابلة للقياس والمتابعة، واجعل خطتك مردفة بالأزمنة والتوقيت، وإن شاء الله راح تنجح في هذا السنة. طيب واجعل هذا السنة متميزة. يعني تنطبق على الشباب على البنات ولا عامة؟ لا هذه تطبق على الكل، أي شخص يريد النجاح يريد التغيير يريد من هذه السنة سنة 2019 تكون سنة استثنائية، سنة مختلفة، صير صديق للورقة والقلم، اكتب خطتك وقيتها ودائما تابعها، ثق واعتقد تماما أنه سوف أقل شيء أنه أنت حاولت، واقل شيء انه انت راح يكون عندك في داخلك صوت للضمير انه دائما يدفعك باتجاه تطبيق هذه الخطه وايجادها. هواي ناس تحاول انها تغير شخصيتها للافضل وتبقى بنفس الفشل. طيب برايك تشوف انه الحياه هي اللي قاعده تخلي الانسان يبقى بهذا الفشل، ولا الخطط اللي هو نفذها هي خطط غير صحيحه الى اصلا؟ ستي احنا دائما احنا اللي نقود الحياه مو الحياه اللي تقودنا. الانسان اللي دائما يثق بنفسه ويقدر ذاته ويتحمل مسؤوليه ذاته عنده مهنه معينه، عنده مهاره معينه، يتعلم امور جديده، هو اللي راح يكون كاريزما، هو راح يكون شخصيه مرغوبه. لذلك كثير من عندنا في يوم من الايام لاحقنا يوم من الايام، انت او اي. نعم. شخص لاحق يوم من الايام فراشه بالحديقه، اعتقد كله. نعم. احنا من كنا اطفال اكيد، لكن لربما لو اصطدناها لو ما اصطدناها، لكن حينما تكون انت قبس النور كل هذه الفراشات وكل الناس اللي من حوله هو اللي راح يلتجون. لذلك نصيحة أقدمها لجميع الشباب والشابات وجميع من يسمعنا ويشاهدنا، أقول له مثل ما قال أحد المدربين، إذا أردت أكثر فعليك أن تصبح أكثر بالمعلومات، بالمعارف، بالتدريب، بالمهارات. كل ما صرت أكثر باختصاصك كل ما صرت أكثر مطلوب. بالمعلومات اللي تعرفها يزود الإنسان نفسه بالمعلومات، ولا أكثر بشنو؟ يعني؟ المهارات والمعلومات والعلوم والكسبيات. نعم. وكل هذه الأمور إذا كسبناها وزيدناها في حياتنا كل ما صرت أنت إنسان كاريزما ومطلوب. نعم. ومرغوب، وأيضا كل الناس تسعى للتواصل معك والاستفادة من خبراتك. أكيد. نعم. طيب شباب إحنا عندنا اتصال. طيب بين ما يحصلون لأنه هم قاعد تجينا اتصالات ما أتوقع أنه شبكة، لكن إحنا نرجع ونذكر أنه اليوم شلون راح تكون النتائج هذه اللي إحنا ذكرناها من ضمن الخطوات والتعليمات، أنه البشر لازم الإنسان يبلش حياة جديدة، خطة جديدة، مرة جديدة مثل ما أنت ذكرت، سيارة جديدة، هذه أثرت ظلت ببالك هذه. طيب التجديد حلو بالفعل. والتجديد مطلوب بالفعل، لكن مرات اكو تجديد يطغي على البشر، تأيدني بهذا الشيء؟ طبعا طبعا بالشيء السلبي طبعا يطغي. يعني احنا بعض الاحيان فهمنا للمفردات العامه، يعني بعض الاحيان نفهم المفردات من خلال سلوكيات الاخرين، لا اكو شيء اسمه قاعده، اكو. نعم. شيء اسمه قانون.
اللي يشذ عن هذا القانون ما ممكن أن يكون هو قانون بحد ذاته. لذلك الحياة حلوة، الحياة تستطلب من عندنا جهد، الحياة تستطلب من عندنا سعي طيب. وعمل. خلينا ناخذ اتصال على أحمد، عفوا عندنا أحمد. صباح الخير يا أحمد. عندنا أحمد من عمان. وضيفكم الكريم وبرنامجكم الجميل وشكرا على هذا الموضوع. أهلا بالحقيقة مهم جدا يعني، وخصوصا وإحنا ما زلنا بالرئيس العام الجديد عام 2019. بالحقيقة عندي ملاحظة سمحوني يعني إحنا تهشنا مع عراقي. عفوا بس الشبكة إحنا عندنا صوت دا يقطع يا شباب، يمكن لأنه الاتصال خارجي، لأنه الاتصال من عمان شوية الشبكة عندنا ما قدر نسمع. إذا ممكن بس تعيد لنا السؤال أحمد. بالحقيقة حبيت إنه داخل معاكم مع ضيفكم الكريم. نعم تفضل. في هذا الموضوع المهم جدا، وأنا كعراقي مقيم في عمان أيضا عندي بعض الشغل خارج العراق، لاحظت إنه في العراق للأسف قضية إنه من الممكن انه راح انجز هذا الشيء بعدين ااجل كذا هاي المواضيع، او لو انه العام الماضي سويت وراح اسوي العام الجديد. اغلب العراقيين ما عندهم التصميم الكافي انه فعلا يغيرون شخصيتهم ويغيرون من نفسهم، لكن لاحظت انه في دول اوروبا وفي بعض دول الخليج وايضا هنا في عمان انه فعلا عندما يصر الإنسان على أنه تغيير شخصيته وتغيير نفسه وتغيير أهدافه، يغير مو كل الأهداف ولا كل شخصيته، لكن يغير البعض منها بحيث يعيش حالة إيجابية. فردت أعرف يعني شنو الأسباب من ضيفكم الكريم. نعم وشكرا لكم. شكرا لاتصالك يا أحمد. نعم ذكر أحمد. طيب ليش دائما هذه الشكاوى تجي على العراقيين؟ ليش إحنا دائما نقارن نفسنا من الدول الأسوأ؟ دائما نكون ترتيباتنا بصراحة بكل شيء. يعني صراحة أنا أوافق الرأي أستاذ أحمد. الشخصية العراقية يعني خاضعة وفق لضغوطات، مجموعة ضغوطات. نعم. من أبرز هذه الضغوطات هي التنشئة الأسرية. احنا مفردة التغيير عندنا فشيء مهول، شيء كبير. يعني اليوم واحد اذا يريد يبدل سيارته يبقى يمكن 3 اشهر يسال على السيارات وكذا، يعني ما عنده فد عندنا مرونه بقضيه التغيير. نعم. ما عندنا مرونه باتخاذ قضايا تغييريه مصيريه، لذلك تكون شخصيه معانده، شخصيه نعم. بعض الاحيان حريصه على الموروث. وهذه القضيه طبعا مو فقط العراقيين يشتركون بها، جزء كثير من الناس. نعم. احنا نسميها عدم التكيف من الانتقال من دائره الامان الى دائره المهام. نعم. يعني دائما الناس تميل لمن؟ للهدوء، تميل لعدم التغيير، لعدم التفكير الزائد، لعدم اشغال انفسنا، لعدم انه خاف نصرف موارد اكثر، فيسمونها دائره الامان. دائما واحد هسه حتى من يرجع من الوظيفه يقعد بمكانه يم الصوبه يم النفاضه يم الجيجاي مالته يم الانترنت، ما يريد فشيء يشتت ذهنه او يريد كانما. بينما الانسان الناجح، الانسان المثابر دائما تجي في دائره المهام، بمعنى انه دائما يحاول، دائما يغير، يدور على شيء او يبحث عن الاشياء اللي دائما تصب في مصلحته على مستوى الانجازات وعلى مستوى الشخصيه. لذلك اغلب الناس الناجحين ترى ما موجودين في دائره الارتياح نعم. وانما موجودين في دائره المهام. لماذا؟ لان فيها فرص جديده ودائما تغييرات جديده. اللي قال أستاذ أحمد نعم، بعض الأحيان الإنسان ما يريد يغادر دائرة الأمان ويريد يطلع إلى دائرة المهام. بسبب أولا قضايا أنه تربوية، قضايا البيئة والمدارس وحتى المناهج التدريسية ما تدعونا على أنه نكون شخصيات تغييرية، شخصيات نوضع بصمتنا بالفعل. في هذا المجتمع. أنت اليوم نورتنا، شكرا لك. أنا تعبتك وأتمنى لك أيضا حياة جديدة لك وسعيدة. وأنا أيضا أتمنى لكم ذلك. شكرا لك. شكرا سيستجا. الله.